ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بمسابقة ألعن من اللي قبلها. التانية كانت على قلعة صح؟ المرة دي على ألماس. تمام. طبعا الجائزة دي من أخونا وليد. يعني مش عارف نشكره ازاي بصراحة على المسابقات اللي بيعملها دي. بصراحة حاجة يعني هتغير شكل اليوتيوب لقدام، بالذات اليوتيوب العربي. المهم المسابقة دي هتبقى على ألماس، هتبقى 5 فائزين هيتم اختيارهم من البث المباشر. هعمل بث بكرة، هيبقى ميعاد البث الساعة 1 الظهر بتوقيت مصر. تمام. البث هيقعد 2 ساعة لحد الساعة 3، من 1 لـ3. البث هيبقى المسابقة الفائز الأول، 4 فائزين، الفائزين 4 فائزين، كل واحد فيهم 1000 ماسة. الـ1000 ماسة تعادل 10 دولار، 10 دولار. تمام. الخامس وهو الفائز الأخير هيكسب 4000 ماسة. انت عرفت؟ انت عرفت؟ انت عرفت؟ انت عرفت؟ انا عرفت ان انت عرفت، بس انا ما اعرفش ان انت عرفت. واديك عرفت ان انا عرفت ان انت عرفت. يعني انت عرفت ان انا عرفت؟ انا عارف وما اقول لك ان انا عارف. واديك عرفت، هتعمل ايه بعد ما عرفت؟ مش انا اللي هعمل، انت اللي لازم تعمل يا حلولي. اذا كان اللي كسب قلعة فشخوف التعليقات، بالك واحد يكسب 4000، فاستعد يا اللي هتكسب الـ4000 ماسة عشان هتتشلوح. هيبقى اول 2 فائزين هيبقى عبارة عن قرعة. تمام. هحط اسامي من البث، الناس اللي بتتابع البث هحط اساميها في عجلة كده بتدور. واتنين، اول 2 هيكسبوا في العجلة دي، كل واحد هياخد 1000 ماسة، ودول هيستبعدوا خلاص من الجولة اللي بعديها. وهتبقى الجولة اللي بعديها اسئلة، بالاسئلة دي برضو هختار برضو من العجلة، نفس العجلة هختار 4 4 هيدخلوا معايا الديسكورد اثناء البث. برضو الـ4 دول هسألهم، كل هسأل سؤال وليك 10 ثواني عشان تجاوب عليا. تمام. في خلال الـ10 ثواني دول جاوبت صح فانت كده تأهلت للنصف النهائي، ولازم 2 يكونوا فايزين معايا في المسابقة دي. بعدين 2 هيستبعدوا خلاص. هنرجع بقى للفائز الأخير، برضو هنختار 3، هنعمل قرعة برضو ونختار 3، وبرضو اجيبهم تاني في الديسكورد واطلع عينيهم بشوية اسئلة صعبة. تمام. اسئلة صعبة عشان مش بالساهل كده يا بابا اسئلة. وبرضو اللي هيجاوب هنستبعد 2، بعدين الـ2 دول لما يكونوا الـ2 متكافئين هنحط اسمهم في القرعة والعجلة تدور، واللي هيكسب فيهم يقول للتاني عاش، واللي خسران يقول له بارك الله فيك وايه بالحب كده امين. يعني المسابقه، انت عرفت ازاي المسابقه تبقى ماشيه؟ طيب، في مسابقه تاني بقى. على الحنان ده كله، على الام بقى. لو انا جبت، ولو انا وصلت 10000 مشترك خلال اليومين اللي جايين دول، هعمل مسابقه تاني، وبرضه على الماس، وبرضه على الماس، واحتمال على قلعه، احتمال مش اكيد، احتمال على قلعه تي 4 مش تي 5. تمام. احتمال. تمام. لكن الاحتمال الاكيد ان هو باذن الله الماس. ماشي. طيب. طبعا المفروض ان انا اعمل يعني ان هو بسطها كده واسهلها لكم. لا لا، انتوا بتحلموا بتحلموا، لازم تبقى في تشويق واثاره. لو ما فيش تشويق واثاره مش هتبقى حلوه. احنا كده قايمين بندي للناس كده الماس كده وخلاص. لازم تتفشخ ويتعمل منك بطاطس محمير وانت طالع تقول انا اول مرة يتعمل فيا كده عشان 1000 ماسة. هرطب اليوم. قبلت ودني اتخرجت، واخد بالك؟ انت حرفيا سنة شغل انا هطلعه على عينيك في 10 دقايق. امين. وبالتوفيق للجميع. طبعا انا حاولت اغش في المسابقة دي عشان ينوبني من الحب جانب، بس فشلت. حاولت، هتقول لي هتغش ازاي؟ كنت هسرب اسمي في وسط الامتحانات. تمام. طبعا انا الكنترول، فانا لو عملت كده كنت في فار، في فار، الفار ماسكه وليد، فوليد هيشوف الفار يزمر كده هيلمحني يقول لي ايه ده ايه ده ايه ده، استبعدوه. طبعا انا لو استبعدت كده مين اللي هيوزع الجوائز؟ ها، نجيب الاصلع يعني.
ها؟ هي دي اول مره ليك؟ لو انا جاي اخد لبوس اول مره ليا. انا راجل مزواج. ايه مزواج دي؟ ايه بسنين يعني؟ بوز من هنا وبوز من هنا؟ لا يا اخي. امال ايه مزواج؟ يعني غاوي حريم يعني. يا راجل، مع اني مش باين على وشك وحياة ربنا، ايه ده الكلام ده؟ الاصلع اصلا غشاش اكتر مني، ده هياخد مش هيوصل لك حتى، ما هياخد هياخد كل المسات لنفسه. المهم ميعاد البث بإذن الله الساعة 1 الظهر توقيت مصر، تمام. مستنيكم بإذن الله. يعني اللي يكسب يكون فعلا محتاج الألماس زي ما أنا محتاجه بالظبط. كلنا محتاجين ألماس. بس يعني بصراحة يعني أنا مش عارف أقول لوليد إيه بصراحة، يعني بصراحة عايز، يعني بصراحة عايز يبسطكم، هو عايز يبسطكم ويبسطنا من الآخر، تمام. ف ادعوا له دعوة حلوة كده، تمام. ده غير ان انا برضو بقى برضو مش هي... هي... هيفوت مني، مش هيفوت مني برضو، لازم برضو يعني اخليه يندم ان هو عمل مسابقة زي دي معايا. وبس كده شباب، توفيق للجميع. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. ابليس شطبت صحوبية والتشطيب سوبر لوكس، بعتني بكام يا صاحبي؟ السعر ان بوكس. حيالك في السعر حلو وجاي على الجرح. من تاني يا عبد؟ الحمد لله يا رب. من تاني يا عبد؟ وعدنا ولدت وغدنا تاني. تاني عبد؟ الحمد لله يا رب. تاني عبد وعدنا ولدت وغدنا تاني. I am you.